نحن لسنا أمام بحيرة، ولسنا على ضفاف نهر العاصي، والجو صحو والسماء لم تمطر. نحن في حي الحميدية، المياه أغرقت هذا الحي بعد أن تفجرت شبكاته نتيجة القصف الممنهج والعشوائي من قبل كتائب الأسد على هذا الحي. ها هي شوارعنا قد دمرت، ومساجدنا قد دمرت، ومحلاتنا قد دمرت. حمص تدمر، والعالم يتفرج ولا يتذمر. حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى متى هذا السكوت أيها العرب؟ إلى متى هذا التخاذل أيها المسلمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المياه تتواجد في الشوارع وهي مقطوعة عن المنازل منذ عدة أيام. الله أكبر عليك يا بشار. 2/5/6/2012، حمص حي الحميدية.